ولمزيد من الأخبار والأوضاع الميدانية في سوريا معنا عبر الخط الهاتفي مراسلة شبكة شام الأخبارية إيمان الهدى من دمشق. إيمان، السلام عليكم. إيمان، السلام وعليكم عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، كيف تبدو الأوضاع الميدانية في سوريا لهذا اليوم؟ نعم، يعني اليوم في قلب العاصمة دمشق ما زالت الجبهة الأعنف اليوم الثالث على التوالي هي الجبهة الشرقية في محيط المتحلق الجنوبي وعلى أطرافه من جهة زمركة وجوبر. اليوم من الصباح تاكل الاشتباكات العنيفة مستمرة في محاولة لاقتحام قوات النظام هذه المنطقة بعد استخدامها التعزيزات منذ 3 أيام وسط يعني غطاء من الصخر الخميس برادمات الصواريخ ومدافع توجيهها من جبل قاسيون. أيضا حيزر دمشق اليوم تعرض للقصف في الطيران الحربي لغارتين جويتين مع اشتباكات كانت صباح هذا اليوم من عدة محاور من جهة دهر المصباح ومن جهة البحوث العلمية. كان محاولة لاقتحام هذا الحي تصدرهم الجيش الحر وسببهم خسائر في العتاد والأرواح. بالنسبة لأمن الوضع الشخصي بالنسبة للغوطة الشرقية أيضا من الجنوب اليوم ما زالت الاشتباكات أيضا مستمرة على طريق المطار من جهة الشبعة. الغوطة الغربية اليوم أيضا قصف عنيف صار على منطقة معظمية ودارية من جبال الشرطة زاد، يعني القصف لا يتوقف على هاتين المنطقتين بالتحديد منطقة دارية. اليوم الغوطة الجهة الغربية والشرقية تعرضت للقصف برادمات الصواريخ وقذائف الهاون. أيضا المعظمية اليوم اشتباكات في محيط المنطقة الغربية الجهة الغربية تحاول اقتحام المنطقة تفضل يعني الاشتباكات والمعارك ما زالت مستمرة في الريف الشرقي والغوطة الغربية. بالنسبة نعم إيمان، لعاصمة دمشق كان هناك لدينا قصف. بأشكرك وأعذرينا على المقاطعة لضيق الوقت.